استقبل هذا الاتصال من سعادة الشيخ شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات الحبيبة في المملكة العربية السعودية. سعادة الشيخ شخبوط حياك الله على شاشة سعودي 24 في برنامج ما وراء الحدث. أهلا وسهلا أخو دوح ومسي بالخير على جميع الحضور. حياك الله. بداية سعادة الشيخ شخبوط، كيف تنظر إلى زيارة ولي العهد صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات الحبيبة في أولى جولاته في الزيارات المعلن عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلا وسهلا في بلده ومحله وبيته الثاني في دولة الإمارات، ونحن متشرفين أن اختار دولة الإمارات كأول محطة لسموه في جولته العالمية. نعم الحمد لله. طيب ما في شك أن زيارة سمو الأمير لبلد الثاني هو مؤشر إيجابي جدا للبعد الاستراتيجي بين البلدين، وزيارته أيضا هي لضمان استقرار المنطقة. صحيح. يعني حيث أن الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي، وبأن نحن توجهنا في دولة الإمارات ورؤيتنا متطابقة مع رؤية المملكة. جميل. ولله الحمد. اللهم لك الحمد. سعادة الشيخ شخبوط، في أي إطار يمكن أن تضع هذه الزيارة؟ وكيف تنظر للعلاقات السعودية الإماراتية اليوم في الوقت الراهن، رغم استماتة البعض في إيجاد وأحداث أي شرخ ما بين الدولتين؟ ما في شك ولله الحمد، الأفعال والمواقف كثبت والتاريخ يشهد على ذلك. العلاقة الإماراتية السعودية تمتاز بالشفافية والصدق والأمانة والمحبة المتبادلة. المملكة العربية السعودية هي عزنا وفخرنا وقوتنا وثباتنا، حيث أن ما يقوم بسمو الأمير من زيارة في دولة الإمارات نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بذلك. وعلاقات الحمد لله فيها ثقة وأخلاق ومودة، هذا اللي يميز العلاقة.